دكتور، أنا جاء اهتمام المرأة بأبنائها وحثهم على إنهم طبعا دي حاجة ممكن تواجهها كثير من الأمهات الآن، حثهم على إنهم يسلكوا سلوك جميل جدا وطيب جدا، خاصة وإنه أبنائنا الآن هم بيصارعوا في غزو ثقافي وغريب جدا عليهم، مجتمعات قد لا تشبه مش أو هي فعلا حقيقة لا تشبه مجتمعاتنا. صراع الأم بين السلوك اللي هو مفروض يكون موجود في وطننا العربي في أمتنا السودانية تحديدا وبين الغزو الثقافي الآخر. والله زي ما ذكرتي انه هو فعلا صراع، يعني انت بتكوني بتصارعي. يعني انا بحكي لك طبعا عن تجربتي، طبعا الدكتوره هنا حتتكلم من منظور النفسي، لكن انا حتكلم لك من تجاربي الشخصيه ومن حسب الحاجات اللي انا بقراها في العلم البسيط مثلا اللي انا بقراه. يعني انا عن نفسي مثلا عن التجارب او الاشياء اللي مثلا دائما بحب اعملها، بحب دائما انا اخلي اولادي يحتزوا بي فعليا. يعني بعمل الحاجه، ما بقول مثلا انت يا فلان اعمل الحاجه وانا بكون مثلا راكده. اضرب لكم مثلا مثال، يعني ليتس سي انه مثلا انا عايزه اوجه طفلي في الصلاه، نفترض من الاساسيات، فانا بشوف واحده من مشاكلنا الاسريه او اغلب يعني او جزء من الامهات، يعني ما عايزه اعمم لكن الحاجه دي موجوده فبلاحظها في مجتمعنا، فبتلقي الام بتكون راكده، يا ولد ما تقوم صلي الصلاه ما فاتتك، وهي راكده هي راكده، طيب يا ماما انت ما تقومي. يعني انا بشوف انه احسن سلوك انك تعلمي لطفلك او تعلمي ما بالكلام، رح كده توضى، يلا عايزين نتوضى نصلي، اصلي بينا اي صلي بينا. فيعني انا بشوف دي طرق ممتازه لانك توجه اكثر من انك تتكلم، تفعل، تخلي الطفل هو يفعل معك. فدي من الحاجات اللي دائما بشوفها، يعني اسال الله انها تكون ناجحه في تربيه اولادي واولاد الكثيرين مثلا اللي بشوفهم انا. فانك اكثر بتصرفاتك انت الام تكون غدوه في تصرفاتها، غدوه في سلوكها، غدوة في كلماتك. مع ان احنا الامهات يعني في كثير من الاحيان تلقي خلاص كده وصلتي مرحله فبتدي مثلا تستخدمي سلوك شويه شتايم، فبعد شويه بتتفاجئي انه طفلك بعد فتره هو نفسه رد لك الشتيمه، يعني او ناداك بيها خزنه، يعني خزنه.